السلام عليكم وتحية طيبة مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بانتفاضة الجامعات الأمريكية لنصرة غزة. الطلاب يقولون كلمتهم. كما تعلمون تشهد عدد من الجامعات الأمريكية وفي مقدمتها جامعة كولومبيا في نيويورك حراكا طلابيا واعتصامات تهدف إلى إجبار الساسة في بلادهم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي بايدن لإيقاف الحرب على غزة بإيقاف التعامل مع العدو الصهيوني. صارت هذه الاحتجاجات والاعتصامات تتمدد أفقيا بانضمام جامعات كثيرة لجامعة كولومبيا، وتعزز موقف الطلاب بانضمام أساتذتهم إليهم واعتصامهم معهم. فهل سيكون لهذا الحراك تأثير فعلي على تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة وإيقاف الحرب هناك، خاصة في ظل هذا التمدد إلى جامعات أخرى حتى خارج الولايات المتحدة في أوروبا؟ كيف ستكون انعكاساته على جامعاتنا وطلابنا؟ هل سنشهد تفاعلا طلابيا واسعا في جامعاتنا في الأيام القادمة، أم أن الطالب العربي شغلته الشواغل حتى أصبح بعيدا عن واقع أمته؟ نتابع هذا التقرير الذي أعده الزملاء، ومن ثم نناقش هذه النقاط مع ضيوفنا الكرام. أهلا بكم. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. الكبار يموتون والصغار ينسون. كان هذا ريهان بن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، وتبنى هذه المقولة أشهر وزراء خارجية أمريكا في حقبة الحرب الباردة جون فوستر دالاس. وعلى نهج بن غوريون ودالاس سار كثيرون من ساسة أوروبا وأمريكا والعالم، خاصة أولئك الذين يستظلون بظل واشنطن ويدورون في فلكها ويرقصون في عتمتها. ولكن ما أثبتته انتفاضة الطلاب اليوم بطلان ريهان بن غوريون على أن ينسى الجميع القضية. فها هي الجامعات الأمريكية تشهد اليوم موجة احتجاجات طلابية واسعة، كانت بدايتها باعتصام طلاب جامعة كولومبيا في 18 من أبريل الجاري في حرم جامعتهم، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية. ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل ونورث كارولينا. ولاحقا اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حيث شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية، منددة بالمجازر والجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق العزل والأبرياء في فلسطين، ومطالبة بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدولية هذا الحراك الطلابي الواسع، تتجه الأنظار إلى الجامعات المحلية خصوصا والعربية عموما بين ترقب وانتظار وتساؤل واستفسار. لماذا لم تعد جامعاتنا كما كانت عليه قبل حقبة الاستبداد؟ تلك الفترة التي كانت فيها الجامعات الليبية ساحة للتيارات الفكرية المختلفة وشعلة متقدة من الحراك الفكري والنشاط الطلابي، بعد أن زال هذا النظام المجرم الذي لطالما قمع الحراك الطلابي بالحديد والنار،
حتى بلغ به أن نصب لهم في ساحاتهم أعواد المشانق، وهل ستكون مظاهرات الجامعات الأمريكية هي الشرارة التي ستشعل الحراك الطلابي في العالم وتعيد للمستضعفين الأمل من جديد، أم أن القمع الأمني سيتغلب في هذا الصراع مجددا؟ أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية عن انتفاضة الجامعات العربية وانتقالها أيضا إلى جامعات أخرى خارج الولايات المتحدة. من استديوهاتنا في طرابلس أرحب بضيفنا الدكتور فتحي الفاضلي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية في طرابلس، وأيضا من استديوهاتنا في طرابلس أيضا رئيس اتحاد الطلبة بجامعة طرابلس مؤيد علي، وعبر سكايب المدير التنفيذي الأسبق للتحالف الليبي الأمريكي مصدق حبرارة. مساء الخير ضيوفي الكرام، مرحبا بكم جميعا. دكتور فتحي، إذا بدأت معك، وأنت كنت أحد طلاب جامعة طرابلس، لو تحدثنا عن النشاط الطلابي في الجامعات الليبية كيف كان في الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك أستاذ كريم، وتحية لضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. إن كنت تقصد بالفترة الماضية ما قبل الانقلاب، ما قبل انقلاب العقيد، حقيقة كانت كنت طالب أنا في كلية العلوم، وكانت بصراحة يعني من أروع مراحل الحياة ثقافيا واجتماعيا وتفاعلا مع قضايا المجتمع وقضايا أيضا العالم الإسلامي بأكمله. كانت دائما كلياتنا كانت الجامعة بأكملها، تمام، بما فيها طبعا كلية العلوم، كانت دائما في الوقت. دعني أقول لك بعض النشاطات السريعة جدا التي كانت تميز الحرم الجامعي، تمام. كانت الجامعة بفرعها، كان عندنا جامعتين فقط، جامعة بنغازي وجامعة طرابلس، وكانت تعجان، يعني كانت النشاطات لا أول لها ولا آخر، مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، مسرحيات، ندوات، صحف حائطية، محاضرات، أمسيات شعرية، مناظرات، رحلات، أسابيع رياضية بين مختلف الكليات، زيارات من مدن إلى أخرى، أنشطة عامة، مسابقات علمية بين مختلف الكليات في نفس الجامعة وبين فروع الجامعتين اللي كانت موجودة، مع أنشطة متنوعة عديدة أخرى، بالإضافة إلى استضافة أساتذة وكتاب وأدباء وشعراء محليين وأقليمين وعالمين أيضا. أذكر لما كنت طالب في كلية العلوم استضفنا المرحوم محمد علي كلاي، هذا مثل واحد، مع أدباء وشعراء معروفين. كانت الجامعة أيضا مزدحمة بمختلف التيارات الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، سمي ما شئت، تتفاعل في حركة ثقافية متقدمة رائعة في جميع المجالات الثقافية، وفعاليات وبرامج مميزة متنوعة رائعة كان ينظمها ويشرف عليها الطلبة أيضا، طبعا بتشجيع ومساهمة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. ساهمت هذا النشاط وهذا الحراك، ساهمت في بث الوعي السياسي والفكري والاجتماعي والرياضي والثقافي في الوسط الطلابي. لكن يبدو أن هذه البيئة الثقافية الغنية الرائعة التي كانت تبث الوعي في الشارع الليبي لم ترق طبعا للنظام العسكري، فبدأ بقمع والتدخل والتغلغل داخل الجامعة حتى ينهي هذا النشاط وينهي هذا الحراك. حقيقة كانت الجامعة مرتبطة بالمجتمع كما ذكرت لك، مرتبطة بقضايا المحلية الإقليمية العربية والإسلامية، نشاط هذا رائع إلى ما قبل، وفوق كل هذا أن يقوم القذافي بانقلابه في سبتمبر 69. كانت الأمور إلى هذا الحد، إلى هذا التاريخ، ربما في أفضل ما تكون في ليبيا. سأعود إليك دكتور فتحي وأرجو أن تبقى معي لنتحدث عن الفترة التالية فورا، لكن سيد مؤيد وأنت رئيس اتحاد الطلبة في جامعة طرابلس،
لو نتحدث قليلا عن أهمية النشاط الطلابي وأثر غيابه في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. طبعا لما تقول أثر غياب النشاط الطلابي، النشاط الطلابي لم يقف على جامعة طرابلس للمتابع وللطالب، يرى طبعا احنا بشكل دوري كل ما ذكره وتفضل به الدكتور فتحي قاعد قائم لعند اليوم، من الأنشطة الثقافية للأنشطة الرياضية للتجمعات لمناصرة قضايا الأمة. احنا خلال العدوان يعني الـ200 يوم او اكثر، او ما عنديش بالضبط قداش مدة العدوان، يعني من 6 اكتوبر لعند تو قداش بالتحديد باليوم، اقمنا العديد من الوقفات والجلسات المناصرة للقضية الفلسطينية وغيرها ما يهم من قضايا الأمة، احنا ديما موجودين فيها. لربما ممكن الدكتور فتحي تعرج على موضوع وجود الأطياف تحركات سياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار مش موجود في الجامعة، لغياب أصلاً الروح السياسية في ليبيا بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل عام نفس الشيء. فأعتقد اليوم لما توقف على الشارع تقول له أطياف السياسة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ما فيش حد يقدر يعرف يجاوبك السؤال هذا، ما هوش يعني مقتصر على الجامعات فقط وإنما هي ثقافة عامة اليوم. ما دون ذلك نتكلم على أهمية المناشط الطلابية. طبعا احنا دائما نقول ونكرر أن التجربة الجامعية ما هيش دراسة وتنجز مقررات وحدات دراسية وتاخذ شهادتك وتطلع يعني لسوق العمل. المرحلة الجامعية هي حقبة وباقة من البرامج والأنشطة والتجارب والتعرف على الناس بمختلف أفكارهم بمختلف خلفياتهم الفكرية، اللي هي حتصقل الطالب وتسقل جوهره وتسقل شخصيته وتهيئ انه هو يكون مواطن فعال. يعني في حاجه اسمها المواطنه الفعاله، هذه هي اهم مرحله مراحل الدراسه الجامعيه. ونحن في غياب، في ظل غياب العديد يعني من المقومات اللي احنا نحتاجها من دعم ومن تشجيع ومن مساهمه من الجهات المعنيه سواء داخل الجامعه وخارجها، نحن نرى ان النشاط الطلابي لم يغب عن جامعه طرابلس. واعتقد صفحات السوشيال ميديا الخاصه باتحاد طلب جامعه طرابلس والاتحادات الفرعيه موجوده كل يوم تكتب في نشاطاتها وتنشر وتنزل لاي شخص متابع للعيان موجود النشاط الطلابي في جامعه طرابلس. نعم. ارحب ايضا معي عبر سكايب الرئيس او مدير التنفيذي الاسبق للتحالف الليبي الامريكي السيد مصدق حبراره. مساء الخير مره اخرى سيد مصدق. الان لو نتحدث عن حراك الجامعات في امريكا، متى واين بدا؟ مساء الخير عزيزي لك ولكل المشاهدين الاعزاء. شوف، هو الحقيقة يعني الحراك الطلابي في الولايات المتحدة هو يلعب دور أساسي وجوهري في رسم السياسات ويعني السياسات العامة الأمريكية منذ تقريبا منذ حقبة الحرب العالمية الثانية. يعني أول حراك أو الأكثر تأثير المعروف في التاريخ هو ما يسمى بحركة الهيبيز، أو اللي كانوا مناهضين لحرب الفيتنام في الستينات وفي السبعينات، وكيف ان هم اثروا بشكل كبير على السياسه الامريكيه الخارجيه الامريكيه في فيتنام وفي دول شرق اسيا. وايضا تعرف انت في الستينات والسبعينات يعني قبل هذه الحركه كان التجنيد في امريكا مثلا اجباري، كان كل اي شخص يعني بالغ وذكر اجباري تجنيد، وكان يرسلون للحرب يعني بشكل دائم. ف يعني كانت الحركه هذه في الستينات والسبعينات كانت مناهضه لكل السياسات الراسماليه و كل هذه السياسات يعني اللي تدعو للحروب وغيرها، فأثرت بشكل كبير يعني. فاستمرت هذه الحركة طبعا فترة الستينات والسبعينات وقليل في الثمانينات، بعدين لاحظت بعض الركود يعني في الثلاثين عام الماضية خلينا نقوله يعني. رجعت من جديد في حرب العراق، أثرت بشكل ليس كبير. ولكن مؤخرا الغريب اللي صار يعني، تعرف أنت الصهاينة في أمريكا يعني، طبعا أنا خريج جامعة كولومبيا ودرست في جامعة كولومبيا، ولما كنت ندرس يعني من حوالي 4-5 سنوات أعلام إسرائيل كانت تغطي الحرم الجامعي بالكامل. كان اللوبي الصهيوني يتحكم في الجامعة يمينا ويسارا، وأغلب الطلبة المتفوقين وغيرها كانوا هم أما من خلفيات صهيونية أو يهودية أو من إسرائيل. تعرف أنت في خط مباشر بين جامعة كولومبيا، هذه جامعة مهمة جدا. تعرف في أمريكا في حاجة يسموها الآي بي ليج أو عصمة الأهم 5 جامعات اللي هم فيهم هارفرد وييل وكولومبيا وما إلى ذلك. الاستثمار الصهيوني في هذه الجامعات رهيب،
من خلال التبرعات. يعني بناء على هذا الكلام، هل نستطيع أن نقول أن الاحتجاجات انطلقت من المكان الذي يأمن منه الصهاينة؟ بالطبع، هذا اللي خلى نتنياهو ينجن. يعني تصور أنت مثلا، نعطيك مثال، بعد جامعة كولومبيا صارت حراك ثاني في جامعة اسمها جورج واشنطن، هذه موجودة في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، تمام، وهذه ملاصقة في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية. هذه الجامعة معروفة أن هي جامعة صهاينة ويهود، يعني أغلبية الطلاب والأساتذة وغيرها. هذه أيضا صار فيها حراك كبير وصار فيها اعتصامات وانفجرت فيها المظاهرات، فهم مذهولين من هذه القصة. والأدهى الأمر أن الطلبة، جزء كبير من الطلبة المتظاهرين والمعتصمين والرافضين للحرب على غزة، هم يهود أصلا. نعم. فشيء غريب يعني اللي قاعد يصير في بالفعل لاحظنا ذلك. نعم. ولاحظنا أنهم كيف يكذبون نتنياهو بنشر كلماته عن أن هؤلاء المحتجون يطالبون بقتل اليهود في كل مكان، بينما هم بالأصل لب هذا الحراك يبدو أنه من الطلاب. بالضبط. اليهود. طبعا هذا شيء خطير جدا، يعني على يعني الأمن، أمن إسرائيل، هم استثمروا في هذه المسألة. طبعا مسألة اللوبي الصهيوني في أمريكا لا يخفي على أحد، يعني قوته ويعني وجوده ويعني موجود يعني تقريبا في كل المؤسسات، وبالأخص المؤسسات الأكاديمية والجامعية، وعلى رأسها الجامعات الكبرى هذه يعني المهمة. تعرف الطلبة هذه اللي طالعين توا حاليا على الصمات، هم من أبناء النخبة، يعني هذو بوهم غالبا يا أما يكون يا سناتور يا كونغرس يا عضو في الكونغرس يا من أصحاب المليارات. هذه جامعات مكلفة جدا، يعني مش أي شخص يعني. نعم. سأعود إليك سيد مصدق لنتحدث عن تمدد هذا الحراك وتعزيزه أيضا، بعد أن يخبرنا الدكتور فتحي عن الفترة التي تلت ما ذكر قبل قليل، عندما قام القذافي بانقلابه في بداية سبتمبر 69، وكيف تغير الحال بالحركة الطلابية في ليبيا. بارك الله فيك. هو تعريجة سريعة على ما ذكره الأستاذ مؤيد، يعني موجودة النشاطات الآن بدأت تعود. يعني أنا من في كلية التربية طرابلس، جامعة طرابلس تتبع جامعة طرابلس، موقعها في باب تجورة، ما شاء الله النشاطات يعني كما تقول باللهجة بالهبل في جميع المجالات، نشاطات لأعضاء التدريس وللطلبة عادت بدأت تعود، يعني لكنها لم تكن موجودة في الحقبة التي أتحدث عنها. هذا النشاط اللي تحدثت عنه والحراك السياسي والثقافي والاجتماعي، حقيقة كان الطالب يتخرج مبدع في تخصصه، وأيضا له نظرة سياسية واجتماعية، يشارك، يستطيع أن يقود، أن يصلح، أن يشارك في إصلاح المجتمع وخدمة المجتمع، بل وقيادة المجتمع. كانت أجواء رائعة تربوية وعلمية. ثم بدأ تغلغل النظام العسكري. تعرف الأنظمة العسكرية والدكتاتورية لا تطيق الوعي، سواء كان من جامعات أو مدارس أو ما إليه. بدأ التغلغل، اجتمع العقيد معمر القذافي، اجتمع بأعضاء التدريس في جامعة طرابلس، تمام؟ طلبوا منا يعني، ودكاترة مشهورين، ناس معروفين بقامات على مستوى الوطن، منهم أذكر دكتور عمرو النامي رحمه الله، اجتمعوا بالعقيد وطلبوا منهم، بارك الله فيكم، أسقطتن ما تعتبروه النظام الملكي عميل وما إليه مع الاستعمار والإمبريالية وكل هذه القائمة من الاتهامات، الآن عودوا إلى ثكناتكم، عودوا إلى ثكناتكم، تمام؟ طبعا هذه كلمة لم ترق للإنقلابيين، وبالتالي قرروا أن ينهوا كل هذا الوعي والثقافة وما إليه. كتبت صحيفة اسمها صحيفة الجندي، كتبت مقال شتمت وسبت وأهانت أعضاء هيئة التدريس بعد ذلك الاجتماع. تلك الصحيفة كانت تتبع القوات المسلحة الليبية اللي على رأسها العقيد معمر القذافي، فخرجنا مظاهرات واحتجاج دفاعا عن أبائنا وأعضاء التدريس في الجامعة. يعني مجرد ما قال خرجنا في مظاهرات. وأنا أتوقع بإذن الله ما يحدث في غزة، يفترض أن تنتفض جميع الجامعات الليبية وأيضا المدارس، انتفاضة سلمية يعني وتعبير. بدأ تغلغل النظام العسكري سلميا، لقاءات، حوارات وما إليه، ثم تحول إلى قمع دموي، وخرجت مظاهرات في مدن بنغازي وطرابلس بأكملها، ونزلت دبابات وقمعت مظاهرات، انتفاضة أقوى من هذه الانتفاضة التي نراها
الآن في هذا العالم. كان الطلبة حقيقة يتفاعلوا بقوة، وقتل طلبة في هذه تلك المظاهرات، قتل طلبة الحرس الجمهوري في مدينة بنغازي، خرج وقمع المظاهرات والاعتصامات، وفي طرابلس أيضا تعرض الطلبة لمظاهرات لقمع تلك القوة. كانت حقيقة نخبة حية جدا جدا، لكن 42 طبعا في النهاية انتهى الأمر بشنق بعض الطلبة في الحرم الجامعي في بنغازي وفي طرابلس. وصلت يعني الصدام بدأ كما ذكرت لك، لقاءات وما إليه وحوارات وأحاديث وما إليه، أنتهى بشنق بعض الطلبة وقمع بالحديد والنار، فقتلت تلك الروح التي تحدثنا عنها، حرية الرأي وحرية التعبير والمشاركة والنشاطات الرياضية والسياسية وما إليه. كانت أصبحت تتوجه جميعها في خدمة النظام وتخدم النظام وما إليه، كما يحدث في ليس غريبا ذلك، هو ديدن يعني الأنظمة الدكتورية في كل مكان. نعم تفضل دكتور. نعم إذا سمحت لي أسرد لك شهداء الحركة الطلابية، شهداء الحركة الطلابية خرجوا من أجل قضايا تخدم المجتمع وتخدم الوطن، وأقل مستوى مما يحدث من مذابح ومجازر وتطهير عرقي في غزة الآن. السيد مفتاح بن حريز، السيد علي البيجو، السيد بوعجيري البنغازي، طبعا أسرد هذه الأسماء ذكرى وتكريما لهؤلاء الشهداء، حتى السيد محمد النقاز، سيد علي رمضان زاميت، سيد محمد أحمد كردمين، والسيد محمد بودربالة، ثم موفق الخياط، هذا الطالب سوري شارك في مظاهرة في مدينة بنغازي وقتل برصاص القوات المسلحة، السيد بشير التورغي، السيد محمد طيب بن سعود، السيد عمر علي دبوب، السيد أحمد إسماعيل مخلوف، السيد ناجي بوحوية، سيد محمد مهذب حفاف، شنق في الحرم الجامعي في جامعة طرابلس في ساحة كلية الهندسة في 1983، السيد مصطفى رحومة النويري شنق في أبريل 1984 في الحرم الجامعي، ولا بد إجبريا أن يأتوا الطلبة ويشاهدوا عملية القتل والشنق ويتأرجحوا في الجثة ويجرجروها أيضا على الأرض. السيد حافظ حسين المدني في أبريل 1984 في كلية الصيدلة شنق، والسيد رشيد منصور كعبار، هؤلاء طلبة شنقوا في الحرم الجامعي في مدينة بنغازي والحرم الجامعي. لا بد أن يأتوا الطلبة وتقفل جميع المنافذ، لا بد أن يخرج الطلبة ويشاهدوا، لا بد في هذه المناسبة دكتور فتحي، لا بد أن أعود إليك في يعني نفرد لهم مساحة يستحقون منا ذلك على الأقل عرفانا بما بالتضحيات التي قدموها وتذكيرا لطلابنا اليوم بهذه الفترة العصيبة من تاريخنا. سيد مؤيد يعني أنت قلت أن النشاطات الآن في أوجها، ربما النشاطات الطلابية في كافة المجالات، كيف يمكن استثمار ما يحصل في غزة وفي العالم العربي من حولنا أيضا ببث الوعي بين الطلبة عن طريق أنشطة معينة تعرفونها أنتم يعني في اتحادات الطلبة؟ أولا سامح لي بنعقب على قول استثمار، طبعا معاناة أهلنا في غزة ما هيش شيء يعني احنا نقدر نستثمره، احنا نتضامن معه، هذا كواجب أخوي وواجب ديني وواجب وطني، فاحنا ما عمرنا فكرنا ان احنا نستثمره قضية وطنية وقضية إسلامية وقضية إنسانية زي هذه. ولكن إجابة على حسب فهمي للسؤال بتاعك، احنا طبعا بالنسبة للحراك الطلابي اليوم في اللي يقول لك في مقارنة علاش الحراك الغربي في الجامعات والحراك العربي ميت مثلا والجامعات العربية ما تتحركش، هنا طبعا في محركات تدفع في كل تيار. تو السيد مصدق تكرر يعني بعض النقاط ان هي بغرابة الامر هذه الجامعات ممتد فيها المد الصهيوني، وانا مانيش خبير يعني في الجامعات الامريكية، ولكن اللي نعرف ان اغلبية الجامعات الامريكية مسيطر عليها المد اليساري الليبرالي اللي يتغنى ويصدق علينا بالحرية وبالعدالة، هل هو صنيعة ماسونية أو لا، أو صنيعة صهيونية عفوا أو لا، هذه في علم الغيب. ولكن تقاطعت يعني احنا اليوم ما بين
ما بين حق الأفراد في العيش وفي المساواة اللي يتشدق علينا بها الغرب، اليوم تقاطعت مع البربرية الصهيونية اللي نشوفه، فأعتقد أنه هو صانعتهم ردت عليهم. فإعادة نعود للنقطة اللي أنا أذكر فيها، ممكن محركات الغرب منتقلين من أو منطلقين من دافع ليبرالي، دافع يساري صرف، يدعو المساواة ويدعو الحرية ويدعو الحقوقية للكل. واحنا المحركات هذه في الوطن العربي او في مجتمعنا الاسلامي ما عندناش. احنا طبعا اليوم الفارق الكبير والجوهري ان هم قاعدين في مصدر صنع القرار في هذه القضيه. اليوم لما الجامعات الامريكيه تطلع، واعتقد ان حتى يعني الطلبه العرب وطلبه المسلمين اللي موجودين في هذه الساحات الامريكيه قاعدين هم اللي يقودوا في هذه الحراكه اسوه بباقي التيارات اللي في الجامعات، عارفين ان الحكومه الامريكيه ترضخ بالضغط الجماهيري وترضخ، ورضوخها حيكون له نتاج فعلي وملموس على أرض الواقع، بحكم أن هي الحرب ممولة بالكامل من أمريكا ومسلحة بالكامل من الولايات المتحدة. لكن احنا اليوم اللي يجي الطالب الليبي مثلا والطالب العربي، الكل مشبع بهذه القضية في قلوبه، وما فيش حد ينكر عليك أهمية هذه القضية كونها جوهر أساس حتى من هويتنا. احنا الهوية الليبية مبنية على الجهاد ومبنية على مناصرة أو مناصرة القضايا الإسلامية في كل مكان، فأعتقد هذا الشيء متأصل فينا، فما فيش حد ينكر عليه. ولكن بعض الحرج يكون على الطالب الليبي يقول لك علاش احنا لعند اليوم الساحات الليبية فاضية. احنا خرجنا مرارا وتكرارا وما زلنا نخرج، لان احنا لعند اليوم يوم 7/5 ملبين النداء لكل الطلبة في جامعة طرابلس ولكل غيور على قضية الأمة والقضية الإسلامية، أن احنا مازال ميادين الجامعة مازالت موقظة بهذا الحراك الوطني والحراك الإسلامي والإنساني. ولكن البعض يقول لك ما الجدوى إن كان نحن في ليبيا دولة لا تؤثر في صنع هذا القرار العالمي؟ فممكن هذا السبب، والله أعلم، أنا مانيش يعني عالم نفس، مش نقدر نقرأ خبايا وسجايا الأمور في سريرة الإنسان. ولكن ممكن هذا السبب يقولك إحنا نطلع ونتظاهر ونقاطع المنتجات الداعمة، ولكن الحل أولا وأخيرا حل غربي، بحكم أن حكوماتنا اليوم في الوطن العربي بصفة كاملة لا يمكن لها أن تغير شيء، لا في مجلس الأمن ولا مجلس الأمن حسب ما شفنا من قرارات لا وأن يغير من أمر شيء. فممكن هذا هو السبب اللي أصاب الطلبة في جامعة طرابلس وفي الجامعات الليبية والجامعات العربية بالخذلان وبالهوان نوعا ما، وبأن يعني جهودهم ومظاهراتهم خفت شوية. ولكن بإذن الله احنا القضية الفلسطينية ما زالت نابضة في قلوب جميع الطلبة، واحنا زي ما قلت انت نعوج عليه كلمتك، لو في استثمار في هذه القضية هي إحياء هذه القضية في الأجيال الجديدة، في الطلبة الجدد. اليوم احنا يدرسوا في جامعة طرابلس طلبة 2005 و 2004، وحسب ما في حسب ما موجود في التقرير ان اعتقد في البداية مذكور ان الكبير يموت والصغير ينسى، فاحنا باذن الله الصغير لن ينسى هذه القضية وستتأصل فيك مثل ما هي متأصلة عند اخواننا في غزة وفي فلسطين بصفة تامة. طيب سيد مصدق، ذكر السيد مؤيد او تساءل سؤالا، هل المسيطر على الجامعات الأمريكية هو اللوبي اليهودي أكثر أم المد اليساري الليبرالي كما اسمه؟ حقيقة هذه النقطة ذكية جدا وأنا أحيي عليها الأخ مؤيد. شوف أنا كنت حنحكي على الموضوع هذا أيضا. شوف يا عزيزي، كل الغير العرب والمسلمين والأوروب تحديدا، خلينا نقول تقريبا كل الأوروبيين واللاتينيين والغربيين اللي يؤيدون القضية الفلسطينية هم من اليسار، يعني شيء معروف، يعني الحراك هذا يقوده اليسار المتطرف يا أخي، مش أي يسار. هم نفسهم يعني في تقاضى مصالح بين زي ما قلت، يعني القضية هذه تعتبر إنسانية، بس أيضا اليسار عندنا خلافات معاه فكرية حقيقية، يعني ما بديش ننكروا هذا الأمر. ف يعني هم نفسهم اللي حاليا أغلب الناس حاليا اللي يلبسوا في الكوفية الفلسطينية، تلقاها في الشوارع، لو تلف هنا في الشارع حتلقاهم، يعني هم من أتباع اليسار اللي هم نفسهم حاطين علم المثلي مثلا. هم نفسه هو الخط هذا هو الحالي اللي قاعد واقف مع القضية. لكن هو متزعم هذا الحراك، تمام، لكن المهم في هذه القصة الحكاية دي كلها إن الاستثمار الصهيوني في القصة الإسرائيلية في أمريكا قاعد ينهار. تعرف انت اسرائيل هذه ما شنو اهميتها استراتيجيه لامريكا؟ يعني
هي أهميتها في الأصل بنيت الرابط الأمريكي والإسرائيلي هذا من أصله وربط بشكل جوهري بالخيال بقصة، يعني لا علاقة بعد ديني وبعد اجتماعي وبعد إنساني والهولوكوست والعهد الجديد والعهد القديم وهذه الأمور. يعني القصة هذه قاعدة تنهار، يعني الإسرائيليين حاليا قاعدين بيهبلوا حقيقة، يعني بشكل حرفي، يعني قصتهم قاعدة، قوة القصة والقصة السردية متاعهم قاعدين تتلاشى، تنهار قدامهم، تنهار. يعني الرواية الإسرائيلية التي كانت مسيطرة إلى عقود من الزمان في الذهن الغربي الآن طبعا تنهار أمام هذه الاحتجاجات. طبعا 80 سنة، أنت لو ولدت في أمريكا أو في ما تنقول في الولاية في الميدوست الأمريكي في قرية صغيرة، أنت هتكون مؤيد إسرائيل، لأنك هتسمع الرواية اللي تسمعها من عند عمرك سنتين، ستتربى على هذه الرواية. رواية إن الإسرائيليين هادو مساكين، وإن هم اليهود بشكل عام وهم مش ملحقين، وإن هم ضحايا الشر، وهم هادو الناس ضحايا العرب المتوحشين. لا، قبل حتى العرب، يعني أنت ما تجي مثلا تشوف الروايات الأمريكية والمكات الأمريكية، قصص الهولوكوست هذه في كل مكان موجودة، أبطال كلهم ضحايا، عرفتوا، وأنت تتعاطف معهم. وبعدين هادو حطوهم ساكين في منطقة جيرانهم كلهم يعادوا فيهم، وجيران ما درهابيين وكذا، انت بشكل لا واعي يعني بتشكل عندك صورة ان الشخص اليهودي هذا مسكين، يعني عرفت. فان هذه الصنم هذا قاعد ينهار الان، والاستثمار الاسرائيلي عمره ممكن حوالي 100 سنة في الغرب في الجامعات الامريكية وفي دور النشر وغيرها قاعد ينهار بالشكل هذا اعتقد في وجهة نظري انتصار كبير للمقاومة. ولو انه هو كان نقولي المجموعة تقود فيه هي اليسار، وممكن نختلفوا معها احنا في عدة قضايا، بس نرجع ونقول يعني وجود السوشيال ميديا ووجود التغير، وسائل الإعلام تغيرت في العالم. تصور انت توا الصهاينة عندهم طبعا قوة كبيرة جدا في الكونغرس، انت ممكن تلقى حتى سيناتور الكونغرس الامريكي يقول انا صهيوني يا عزيزي، وبايدن نفسه يقول فيها يعني انا صهيوني. توا حاليا لو سمعت بقرار اللي هو هذا التيك توك باند، يقول يعني بيحاولوا يسكروا تيك توك اساسا، لان ما ليش تحكموا فيه، هذا صيني المنشا. فتو مثلا الفيسبوك والانستغرام والتويتر وكذا، ده كله رقميات بتاعها من امريكا، يقدروا يتحكموا فيها، يقدروا يفلتروا مثلا كلام، لكن تيك توك هذا يا عزيزي قلب كل الموازين، ما فيش كيف يفلتروه، بيحاولوا يلغوه اساسا. فحتى هم طبعا يستخدموا في عناوين ان هذا والله بيغير الثقافه الامريكيه، بيضيع الاجيال، هذا اختراق امني صيني. ولكن انا في تصوري أعتقد لب الموضوع هو مسألة القصة الإسرائيلية، إنه القصة هذه قاعدة تستهدف من خلال هذا التطبيق ومن خلال المنصات، وأن الأجيال القادمة مش هيكون عندهم نفس الشعور تجاه إسرائيل وتجاه الجرائم. وعلاوة على ذلك إن الطلب هذا حاليا في الجامعات المرموقة هذه، زي ما قلت لك، هذو أبناء طبعا أسر أبناء النخبة، هذا حيكون لهم دور جوهري في السياسات الأمريكية في المستقبل، يعني خريجي كولومبيا وهارفرد وغيرها هذو بيكونوا صناع سياسات يعني. ففي وجهة نظري أتصور أن بعد حوالي 20 أو من 15 ل 20 سنة، لا أعتقد أن وضع إسرائيل السياسي حيكون نفس الشكل. حتى يعني أن هذه الاحتجاجات سيد مصدق انتقلت خارج الولايات المتحدة بعد أن توسعت أيضا في جامعات الولايات المتحدة وانضمام أعداد كبيرة من الطلبة، انتقلت إلى أوروبا، اليوم هناك مظاهرات في الهند وفي إيران. نعم، هذا الطبيعي دائما دائما دائما، اي حراك يصير في امريكا ولو متاخر له ابعاد على العالم كله، يعني حتى موضوع حشاكم، يعني موضوع المثليه وكذا، لما وصل لامريكا انتشر كنا فلاشين في العالم كله. ديما القضايا الانسانيه هذه لما يتبناها الشارع الامريكي، لان قوه الاعلام وقوه عندهم قوه ناعمه وغيرها، يعني صوتهم دائما هو السبب، ما هم اللي يحركوا في تقريبا الثقافه العالميه بشكل عام، يعني عرفت. فهذا امر لا يستهان به، يعني حقيقه انا يعني الناس زي مبسوطين جدا، يعني في السابق لو جيت تكلم مع طالب او زميل او جار او كذا، ورجل طيب تلقاه وانسان يعني يدعم في قضايا انسانيه، تفتح له موضوع فلسطين واسرائيل، تستغرب انه هو كيف انت ليبرالي ومع اسرائيل، انا مش فاهم، عرفت. فتو نفس الشخص هذا تجي تكلم معه حاليا وتقول له شو رايك في الاسرائيلي، يقول لك انا ضد نتنياهو وضد اسرائيل، واعتقد ان الفلسطينيين حان الوقت ان هم يكون لهم دوله، وحان الوقت ان امريكا توقف الدعم عليهم. فاتصور انه نصر عظيم يعني للروايه الفلسطينيه والعربيه.
يعني نعم. ترى أن جدارا بني على مدى عقود من الزمان ينهار صنم. الآن صنم ينهار ينهار هذا نعم. شوف لو تشوف ردود أفعال نتنياهو وكيف أنه هو يعني جن جنونه يعني أنت شن علاقتك تو بجامعة أمريكية أنت شن دخلك يا أخي بس هم يعرف أن هم استثمروا مئات الملايين صور أنت مرة إحنا بالجامعة في جورج تاون هذه في واشنطن جانا إيميل أن في أسرة رجل وزوجته متخرجين من جامعة جورج تاون تبرع ب 200 مليون دولار 200 مليون دولار لكن تخيل يعني حجم التبرع طبعا هذا من أصول يهودية وعندهم يعني ارتباطات صهيونية وغيرها فيعني ضخ الأموال رهيب مئات الملايين ومليارات هم يتبرعوا فيه طبعاً هذا طبعاً. في الإعلام لكثير من المرات وهناك أيضا رجال أعمال ربما حجم ثروتهم يوازي بالضبط. حجم ميزانيات دول هم الذين يدعمون الصهيونية وإسرائيل بالتحديد. دكتور فتحي لو أردنا أن نعود إلى هؤلاء الشهداء الذين ذكرتهم ما الظروف التي قتلوا فيها أو أعدموا بهذه الطريقة ولماذا؟ قبل ذلك حتى لا أنسى بعد إذنك أستاذ الكريم هو أنا خريج جامعتين من أمريكا الماجستير أوهاي يونيفرسيتي والدكتوراه ميزوري يونيفرسيتي وما أراه حقيقة ما أراه الآن ليس أمريكا التي يعني كنت فيها ليست أمريكا على الإطلاق طالب أمريكي في جامعة أمريكية في حرم أمريكي يحتج على قضية خارج أمريكا في دولة أخرى تطهير عرقي يقمع بشرطة أمريكية هذا أعتقد ضد الدستور الأمريكي يعني ويهودي أيضا يعني لا 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 نتخيل أن نرى مثل هذا الأمر نعم وأيضا يا أخي الكريم يعني تستطيع أن تنقد أمريكا تظاهرنا نحن ليبيين تظاهرنا في أمريكا ضد الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت في 1986 الغارة الليبية خرجنا وتظاهرنا في واشنطن دي سي وعادي والشرطة الأمريكية تحمي فينا تستطيع أن تنقد أمريكا والسياسة الأمريكية ولا تستطيع أن تنتقد تطهير عرقي يحدث 10,000 الأميال وتقمع بشرطة أمريكية هذه قضية حقيقة بالتأكيد ضد الدستور أيضا الانتماء الشخصي لبايدن يقول أنا صهيوني ولو لم تكن هناك إسرائيل لا أسس إسرائيل وما إليه هل أنت هل يحق لك حسب الدستور الأمريكي أن تتفاعل سياسيا حسب توجهاتك الطائفية أو العرقية أيضا ضد الدستور الأمريكي كيف تضحي ب 57 دولة إسلامية 57 قطر بثرواتهم بعقولهم بأفكارهم بمواقعهم باستراتيجياتهم بتأثيرهم في العالم 57 دولة إسلامية تضحي من أجل كيان محتل في مشاكل وزعزعة الاستقرار من 70 سنة من 1948 إلى يومنا هذا بقعة مثل فلسطين المباركة لم تستقر تضحي السياسة الأمريكية تدافع على ذلك الكيان وتهمش 57 دولة إسلامية هذه قضية أيضا تحتاج إلى دراسة أيضا أضيف إلى ما ذكره الأستاذ مصدق في المناهج الأمريكية في الثانوي والإعدادي الهولوكوست صحيح. وين ما تمشي تلقى الهولوكوست وإياك أن تكذب أو تشكك في الهولوكوست هو نفس المبدأ اللي خليني هناك مصيبة سوداء انهارت كحرف أسود في وحدة برلمانية شفناها هذه حديثا بعد الحرب تمام طبعا هم اعتبروا أن الحرب بدأت من 7 أكتوبر مش من 70 سنة سيدة برلمانية في الكونغرس الأمريكي تمام نسيت اسمها تهذب تصرخ في وجه رئيسة جامعة هارفارد أعظم جامعة في العالم وتقول لها كيف أنت تخلي الطلبة يتظاهروا تمام وإن نحن هؤلاء اليهود 5,000 سنة في الشتات طيب يا ستي 5,000 سنة في الشتات 60,000 سنة في الشتات هل كونهم في الشتات أو مضطهدين لنعتبر أنهم مساكين يومين ضحايا وفيكتمس ولا لا ومضطهدين لا حول ولا قوة إلا بالله هل هذا يسمح لهم أن يضطهدوا شعب آخر يعني شوف أين وصل التأثير في عمق العمق نعم نعم أنا أدعو الآن من هذا المشهد الـ FBI ولا الـ National Security الأمريكية الأمن القومي الأمريكي والاتحاد والLand Security ولا شو اسمها أن تحقق في هذه القضية هل صناع القرار في أمريكا مخترقين
من طائفة معينة لا يهمها مصلحة أمريكا، لا يهمها أن تكون علاقات جيدة مع 57 دولة على تحقيق مصالح كيان محتل. هيلين توماس وهي عميدة الصحافة الأمريكية قبل 10 سنوات قالت: الغريب أنك تستطيع أن تنتقد أمريكا في أي شيء وتوجه الانتقاد وجها لوجه لرئيس الولايات المتحدة بينما لا تستطيع أن تتكلم عن إسرائيل بكلمة. وعندما قيل لها أنهم يزرعون أن اليهود يزرعون أجهزة التجسس في البيت الأبيض قالت: لماذا يتنصتون وهم موجودون في كل مكان؟ نعم صدقت أستاذ الكريم، هؤلاء الناس اللي ذكرهم الأستاذ مصدق اللي يتبرعوا بالـ200 مليون وغيره و100 مليون وتجار إسرائيل تتعامل معهم تمام، هم الضاغطين على رؤساء الجامعات هذه الأيام، ضغط شديد جدا، نسحب أموالنا لن ندعمكم، لأن طبعا الجامعات الأمريكية في جامعات تبع الولايات وفي جامعة مستقلة تدعم فيها الولايات جزئيا، لكنها هناك المانحين لهم تأثير قوي جدا، وهم من الأجيال القديمة، من الأجيال القديمة اللي يؤمنوا بوجود إسرائيل وما إليه ومتغلغلين فيهم الصهونية، هم الذين يضغطوا على رؤساء الجامعات لاستدعاء الشرطة وهو أيضا مرة أخرى أستغرب، والله أستغرب كإنسان ليبي ونعرف أمريكا تمام، عشت فيها فترة طويلة، شيء غريب جدا جدا الذي يحدث، غريب جدا، كما ذكرت حضرتك وذكرت السيدة تستطيع أن تنقد السياسة الأمريكية وتتظاهر ضد أمريكا وضد السياسة الأمريكية لكنك لا تستطيع أن تتظاهر ضد إسرائيل. وبعدين النقطة الأخرى اللي عندي اليوم الحاجة اللي تدرها الكبد بعد إذنكم مع الاعتذار، أنتي سيماتيزم ضد السمية، أول العرب سميين رقم واحد، رقم اثنين يا أخي الكريم، الرسالة التي أخذها الإنسان هذه الأيام في الكون تقول: تستطيع أن تكون ضد السمية، لا تستطيع أن تكون ضد السمية، تجرم إذا كنت أنت ضد السمية ولا تجرم إذا كنت ضد الإنسانية، لأن الذي يحدث في غزة قضية إنسانية لا عربية ولا إسلامية، تجاوزت كل هذه الأمور. يعني معلش تستطيع تكون تدعم المذبحة لكن لا تأتي ضد السمية، السمية فوق الإنسانية الآن أصبحت في هذه الثقافة، وضع كما ذكر مصدق وسد مؤيد بدأ جهد 70 سنة، جهد 70 سنة من الإعلام والضخ ضد العرب وأن إسرائيل مسكينة والنعجة المحاطة ب70 ذئب وما إليه، كل هذه الرسائل بدأت تتحطم بما يحدث هذه الأيام. ولا بد، يعني أعتقد أن هناك مؤشرات على ذلك، لكني سأعود إلى السيد مؤيد علي، ذكرت قبل قليل أن هناك ربما قد تسرب الشعور من اليأس إلى داخل نفوس الطلبة بعد أن قاموا بعدة نشاطات ورأوا، ربما بعضهم رأى أن ذلك لن ينفع في شيء إذا كانت ليبيا دولة بعيدة عن هذا القرار، لكن لماذا لا يقابل الطالب هذا الطالب بفكرة أخرى أن هذا الاستمرار في التظاهر أو القيام بنشاطات من هذا النوع ربما يضغط على حكومتك لفعل أي شيء حتى لو على سبيل المساعدات مثلا على أقل تقدير؟ والله طبعا شوف يا استاذ، هو اننا ما قلنا تسرب اليأس لقلوبهم فعلا لان لا يوجد نتائج او لا يوجد نتائج على المنظور القريب، ولكن لا يعني هذا اليأس عن توقف الحراك الطلابي لدعم القضيه الفلسطينيه، دائما مستمره القضيه الفلسطينيه في دعم، احنا يعني خلال الفصل الماضي اكثر من 6 أو 7 يعني منتديات وملتقيات وجلسات حواريه وجلسات نقاش معنية فقط يعني حاولوا يتروا هذه الجلسة في عمقها، يعني في عمقها في الهوية الليبية وكيف يعني طبعا القضية الفلسطينية تستحدث، يعني تتغير طريقة التفكير معها وطريقة التعامل معها بتغير العالم. يعني تو انت لما تحكي لي القضية الفلسطينية او هذه الأزمة، أزمة العدوان الصهيوني في 2024، ما هيش نفس القضية كانت مثلا في حرب اكتوبر سنة 73، يما كان يما مثلا نقولوا يعني تجمع الدول العربية كانت دوة ضاربة وكانت منظمة الأوبك عندها يعني سلطة سيادية على العالم وتضغط بالطاقة وكذا. يعني الشاهد من الكلام أن القضية ديما في استحداث في طريقة التعامل معها وديما في متغيرات مع متغيرات العالم، وحاولنا نواكب هذه المتغيرات احنا زي ما قلت بالعديد من هذه الجلسات والندوات والحواريات. غنيك عن
على الوقفات الاحتجاجية وثبتوا في بعضها قاعدين على هذا اللقاء الصحفي اللي اليوم احنا فيه. ولكن احنا خلينا نكونوا يعني واضحين، احنا ما ضربناش اليأس من القضية نفسها، احنا عارفين ان النتائج حتكون محدودة، ولكن المستفيد من هذا الحراك هو احنا نفسنا يعني كطلبة الجامعات الليبية، مازلنا متمسكين بهذه القضية اللي هي قضية جوهرية أساسية عندنا احنا، يعني بنفس أهميتها بالنسبة للفلسطينيين هي مهمة بالنسبة لنا احنا في تكويننا وفي هويتنا وفي عقيدتنا. فبإذن الله الحراك مازال مستمر، احنا اليوم لبينا أو عفوا دعينا الجميع المكونات الجامعة من أعضاء التدريس لطلبة لموظفين لأي ليبي غيور على القضية الفلسطينية. بإذن الله يوم 7/5 عندنا وقفة مناصرة، نبغى نوصل صوتنا وبنصطحوا بالجامعة أن هي فعلا ما زالت مستمرة بهذه القضية الفلسطينية، ولا علاقة بهذا الحراك بالجامعات الغربية. البعض يقول علاش اخترتوا هذا الوقت، وهل أنتم مثلا فيه مستمدين الزخم الحراك الغربي؟ أنا خلي نقول حاجة ممكن إسهابة لقول السيد مصدق، إحنا ما فيش تقاطعات وقتية. ممكن إحنا لو جي قبل 6 أكتوبر أعدائنا اليوم في الساحات الأمريكية اللي هو اليمين المتطرف كانوا أقرب الناس لينا بحكم كنا إحنا ندافعوا في نفس الخط، أو إحنا كمسلمين محسوبين في الساحات الغربية حتى إحنا من اليمين كنا ندافع على نفس الأمور اللي هي حصانة الأسرة وهذه الأمور الغريبة اليوم خشين بها من المثلية وتغيير الجنس عند المراهقين والأطفال وكذا. كنا يعني إحنا في خط واحد مع اليمين المتطرف اللي هو ألد الأعداء معنا اليوم، وكنا في العداء مع اليسار اللي هو وصفها السيد مصدق باليسار المتطرف. فإحنا أو أنا بصفة عامة كمفروض إحنا كمد إسلامي وكمد عربي وكمد ليبي ما يكونش عندنا عشم كبير في هذا التيار اليساري الليبرالي، لأنه متقلب معنا في تعاطيه مع القضايا. اليوم بإذن الله لو الله يعني أفرج على أخواننا في غزة وانتهى هذا العدوان، حترى المد اليساري ينقلب 360 درجة ضد الإسلام وضد المسلمين في أول قضية جدلية ممكن هم يثيروها في الساحات، وأعتقد ممكن حيثيروا قضية أكيدة في الساحات لينقذوا ماء الوجه يا الصهاينة اللي قاعدين يشتغلوا فيه في هذه الساحات الأمريكية وفي الجامعات. فإحنا أعتقد عشمنا اليوم مش في الساحات الأمريكية أو الغربية الفرنسية أو غيرها، إحنا اليوم لازم نعيد إيقاظ هذه الشعلة، شعلة حب. ولكن يعني ربما هي سنة الحياة الطالب الليبي والطالب العربي في بعض الأحيان مع جهة معينة في قضية وتفترق معها في قضايا أخرى أيضا. سيد مصدق، الآن هناك أنباء أن بعض الجامعات بدأت تدرس مقترح وقف الاستثمار أو التعاون مع الاحتلال، وجامعات أخرى أيضا طرحت الموضوع الاستفتاء مع الطلبة. يعني هل نستطيع القول أن ثمار هذه الاحتجاجات ربما بدأت بذلك؟ نعم عزيزي، شوف، اولا تعرف انت الى الان تم حاليا حتى هذه اللحظه تقريبا يوجد 1600 طالب تم القبض عليهم. وهذه طبعا مساله غريبه جدا يعني زي ما ذكر الدكتور يعني، ولكن هم عندهم ثغرات قانونيه يستخدموا فيها طبعا، لان جامعات في او جامعات الخاصه هذه هي في النهايه هي ليست حرم للجميع، يعني هي ملكيه خاصه. يعني لو رئيس الجامعه وجامعه طلبت منك انك تطلع من الجامعه وكأن حوش يعني كأن منزل، نعم، وانت ما بيش تطلع خلاص، انت الان وقعت في جنحة قانونية يسموها تراسباسينج، انت فيتوصل بالبوليس ويقولوا لا طلعوهم هذا، فلما يرفضوا الخروج عندك جنحة ثانية. فممكن ال 1600 هذو حيعانوا حقيقة في حياتهم في مستقبلهم، يعني حيعانوا من سيوجه لهم عديد الجرائم يعني. فهم يستخدموا الثغرة القانونية هذه، لو انت تظاهر في الشارع مثلا مش حيجوا يكلموك، ولكن انت تظاهر في داخل الجامعه والجامعه هذه ملكيه خاصه وفي ضغط طبعا صهيوني والمانحين وكذا على الرؤساء زي هذه مسكينه تو، هذه اسمها مغير اسمها طبعا، هي اسمها نعيمه، هي اصلا هي هذه رئيسه جامعه كولومبيا من الاصول المصريه، مغير اسمها الى ننوش، شوف انت اخترت اسم سخيف جدا يعني. نعيمه هذه شفيق هي الان رئيسه جامعه كولومبيا، وهي قعدت عالقه بين بين الطرفين وجابوها للكونغرس وتمت اهانتها وحاليا هذه الصوره بجامعه كولومبيا. نعم. وكذا وقع عليها ضغط فما عرفتش بتدير يعني، فعلى طول المير او رئيس عميد اسف عميد مدينه نيويورك حتى هو يعني كان ضد هذا الحراك، فجابوا البوليس على طول وبدوا يقضوا على الناس لان طلعوا فيهم امر انه يطلعوا من ملكيه خاصه من المكان هذا.
فما يستخدموا في الثغرات القانونية هذه. طبعا الصهاينة لا يخفى على أحد يعني عنده تأثير في الكونغرس بشكل كبير، عنده تأثير مالي وثقافي وإعلامي على الجامعات، عنده تأثير على عمداء البلديات بشكل كبير، إن هم في الغالب إن هم اللي وصلوهم إن يكون عميد بلدية. فتجد مثلا عميد مدينة نيويورك الآن مناصر لنتنياهو بشكل كبير. فهم الصهاينة هادو من حوالي 80 سنة أو 100 سنة هم فهموا اللعبة الحلال العرب والمسلمين مش قادرين يفهموها ليومنا هذا. تعرف هم مثلا أنت أخ مؤيد وجد نظرة حقيقة أنا أتفق معك، ولكن هم الصهاينة سابقيننا في ممثلة البراغماتية هذه. هم اخترقوا الكنيسة، شوف الليمون وصلت يعني. أنت تعرف المسيحية هذه حركة تمرد على اليهودية، هم اخترقوها رغم أنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. طبعا فاخترقوها في أهم بلد بعد الحرب العالمية كانت الولايات المتحدة. هم في الأول حاولوا مع أوروبا وإنجلترا وغيرها، بس عرفوا أن أفضل استثمار لهم حيكون هنا في أمريكا. رغم أن اليهودية يعني في اختلاف فكري وعقائدي مع الكنائس الأمريكية، ولكن هم استثمروا في هذه المسألة. ومانيش عارف سماها تقية، سماها نفاق، سماها براغماتية، باش ما تسميها يعني. أنت الآن ما عندكش إلا اليسار هو الذي يقف معك يعني. حتى في القضايا السابقة يعني اللي صارت المسلمين ومسألة المساجد ومسألة احترام الحجاب ومسألة احترام المرأة، ده كله يقود فيه اليسار. كل أي قضية لها علاقة، أي لو تشوف العشر سنين اللي فاتوا، أي قضية تخص المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين تحصلوا فيها على إنجاز أو على مكسب كان بتحالفهم مع اليسار. اليمين يشوف فيك أنت أصلاً إرهابي وما يبيكش أساساً في أمريكا، عرفت كيف؟ فأنت ما عندكش إلا المجموعة هذه. لا شكراً يعني هذا مصيرك يعني. شكراً عزيزي. المدير التنفيذي الأسبق للتحالف الليبي الأمريكي مصدق حبرارة، كنت معنا عبر سكايب، أشكرك شكرا جزيلا. والشكر أيضا لمؤيد علي رئيس اتحاد الطلبة بجامعة طرابلس، كان معنا عبر استديوهاتنا من طرابلس، وأيضا للدكتور فتحي الفاضلي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بطرابلس. شكرا لكم ضيوفي الكرام جميعا، وأشكركم مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء.